نشرة الأخبار على الحياة فم. السادسة مساء من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وزيرة الأسرة والطفولة تتولى تدشين مركب الطفولة والروضة العمومية بمعتمدية الأعلى. المنصري يؤكد تسجيل 8 مخالفات انتخابية من بينها الإشهار السياسية. نتائج الزيارة التي أدتها إلى الجزائر محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. حفوز القبض على عنصر خطير محل مناشير تفتيش من أجل العنف والسرقة. والحزب الحاكم بالصين يدعو إلى قمع القوات المعادية. إلى تفاصيل النشرة والبداية بالشأن الجهوي، حيث أدت صباح اليوم الثلاثاء 29 من نوفمبر الجاري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى زيارة عمل إلى ولاية القيروان، حيث أشرفت على توزيع إشعارات لفائدة 28 منتفعة من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدة بمختلف الاختصاصات، وتوزيع تجهيزات لفائدة المجمع التنموي حرير زغدود ومعروفة، وتدشين الروضة العمومية بالعويثة من معتمدية سبيخة، وزيارة مركز إيواء النساء المعنفات أروى القيروانية بسبيخة والاستماع إلى مشاغل العاملين بالمركز. هذا بالإضافة إلى زيارة تفقد المركز المندمج بحفوز والاطلاع على سير العمل داخل الفضاء، وتدشين نادي أطفال بحفوز والاطلاع على سير أشغال توسيعة وتهيئة الروضة العمومية بحفوز والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال 80% بها، إضافة إلى تدشين مركب الطفولة والروضة العمومية بمعتمدية العلاء. أكثر التفاصيل في التصريح التالي لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمل بالحاج موسى لمراسل حياة فم عبد المجيد السلمية. نحن سعداء جدا، معناتها أنا وسيد الوالي وكل فريق الولاية وفريق الوزارة وكل أهالي لهنا اللي مرافقين اليوم، بأنه مركب العلي يفتتح، بأنه نسمع فيه أصوات الأطفال، السكان الحقيقيين للمركب هذية موجودين، وأحنا نقوم بدورنا إزائهم في أنه هو أول حاجة يتم فتح المركب هذية، ووفرنا لهم الإطارات أيضا، وخدمات الإعاشة هي قاعدة تقدم الآن 35، وإن شاء الله خلال أيام إن شاء الله اللي باش نحطوا لكلنا نتكاتفوا من أجل أنه الرقم هذية يصل إلى 80 طفل من العلي يتمتع بخدمات الإعاشة. في الحقيقة معناتها أنا نعتبر هذه مكسب للعلي، ونعتبر أنه هذه حق استعادته الطفولة الموجودة لهنا في العلي، أنه الحمد لله ربي وفقنا باش أنه يتحل ويستقبل الأطفال الموجودين في جهة هذية. إلى جانب المركب هذية كما تعرفوا في العلي احنا لهنا عندنا زادة روضة عمومية، برنامج الروضة العمومية اللي أعلنت عليه الوزارة من شهر نوفمبر 2021، غاية البرنامج هذية هو أنه يتم تأمين التربية ما قبل المدرسية في المناطق ذات الأولوية، في المناطق اللي لا يستثمر فيها القطاع الخاص، ولا بد من الدولة أنها تدخل وتقوم بدورها في إطار تكافؤ الفرص بين الأطفال في تونس وحق التربية ما قبل المدرسية لكل أطفال تونس، وأمام النسبة اللي هي دون المأمول 42% فقط من أطفال تونس يتمتعوا بالحق في التربية المدرسية. فإنه احنا عملنا هالبرنامج هذي اللي هو برنامج الروضة العمومية باعتمادات معناتها تقدر معناتها قرابة 1.5 مليون، فما شركاء معانا زيدا اليونيسيف، شريك آخر هو البنك الوطني الفلاحي، ولكن الاعتمادات الأكبر والنصيب الأسد هو من المالية العمومية من ميزانية الدولة في إطار دعم الطفولة اللي هي رهان أساسي بالنسبة للوزارة كما تعرفوا، وفما برشا زادة ما يعرفوش اللي 3/4 ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي من نصيب إدارة العامة للطفولة وبرامج الطفولة. وفي سياق آخر، حاول صباح اليوم الثلاثاء شاب أصيل منطقة منزل حياة التابعة لولاية المنستير حرق أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة، وذلك باستعمال قارورة بنزين بعد أن سكب البعض منها على الأعوان المتواجدين بالمركز المذكور قبل أن تتم السيطرة عليه ومنعه من إضرام النار. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بالاحتفاظ به في انتظار كشف ملابسات الحادثة. هذا وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بولاية المنستير باستكمال الأبحاث في شأنها.
وفي سياق آخر، بلغ عدد الملفات المؤشرة من قبل مراقبي المصاريف العمومية 470 ألف تأشيرة بمعدل 4000 تأشيرة لكل مراقب، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كوثر ناجي في تصريح لمراسل حياة فام بالجهة على هامش الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2022 بأحد نزل المنطقة السياحية بولاية المنستيرة. وأكدت بناجي بأن الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية يضم 140 مراقب مصاريف عمومية يقومون بمراقبة ميزانية الدولة والمؤسسات والجماعات المحلية، مضيفة بأن شعار الهيئة العامة لسنة 22 و2000 هو مراقبة المصاريف العمومية قاطرة للتطوير وتجديد في مجال الشراء العمومي، مبينة أنه تم أعطاء أكثر مسؤولية وحرية لمراقبي المصاريف للتخفيض من أجل الانتظار للتأشيرة على الملفات مع الاعتماد على التأشيرة لإعطاء أكثر مرونة في التصرف وتنفيذ الطلبات والمشاريع وتجنب الاعتماد على التأشيرة المسبقة التي تكون في بعض الأحيان مكبلة. أكثر التفاصيل في التصريح التالية. الملتقى السنوي لمراقب المصاريف اللي هو الحقيقة معناتها تقليد سنوي يضم 140 مراقب المصاريف العمومية، وهالمراقبين هذوما يقوموا بالرقابة على تنفيذ الميزانية، ميزانية الدولة والمؤسسات والجماعات المحلية. وكذايا الدور بتاعنا، والرقابة هذه تتم عبر إسناد تأشيرة مسبقة اللي مثلا كنعطيك الإحصائيات متاع 2021 أببخي احنا نعطيه 470 ألف تأشيرة، دونك هذايا معناتها أببخي لمويان متاع عدد التأشيرات الإجمالية لكافة مراقبي على أساس 4000 تأشيرة لكل مراقب مصاري. احنا عنا رقابة قبلية على اعتبار انه احنا ما تصير تنفيذ الميزانية الا من نقوم احنا باسداء التاشيره المسبقه، وكذلك احنا نقوم برقابه بعديه على عينه من النفقات والمصاريف والمشاريع، ونقوم برقابه معناتها الرقابه البعديه هي رقابه ميدانيه على اساس مهمات متاع رقابه، مهمات تفقد على عين المكان وقت اللي معناتها نفيقوا لي فما اخلالات، دونك نمشيو على عين المكان باش نقوم بالتثبت من العرائض، التثبت من الاخلالات اذا كان فما وهات فساد، نقوم بمعاينات ونرفع تقارير رقابية هي تقارير تدقيق نقوم بها، إلى جانب أن عندنا برنامج سنوي للتدقيق دونك نقوم فيه بمهام رقابية، والتحديد هالبرنامج هذا يتم على حسب خريطة مخاطر متاع إنفاق عمومي لدى الوزارات لدى الهياكل العمومية. وفي سياق آخر، أكد محمد تليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المخالفات الانتخابية المسجلة منذ بداية الحملة الانتخابية في الداخل يوم 25 من نوفمبر الجاري إلى غاية اليوم الثلاثاء 29 من نوفمبر الجاري هي 8 مخالفات، 7 منها في علاقة بنشاط غير مصرح به ومخالفة واحدة متعلقة بالإشهار السياسي، وتعتبر مخالفات عادية تستوجب التنبيه على المترشح فقط. وبين المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن الهيئة قامت بتركيز 3 وحدات لرقابة أنشطة المترشحين، وهي وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ووحدة رقابة الفضاء المفتوحة وسائل التواصل الاجتماعي، ووحدة رقابة وسائل الاتصال السمعي والبصرية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج نجلة بودر رمضان رئيس الحكومة، وتناول اللقاء نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى الجزائر نجلة بودر رمضان في إطار العلاقات المتميزة والراسخة في التاريخ التي تربط البلدين، كما تم التطرق بالمناسبة إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل جملة من المرافق العمومية. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني بحفوز معززة بدورية من وحدات التدخل والأمن العمومي بالعلاء من إلقاء القبض على عنصر خطير محل 5 مناشير تفتيش من أجل العنف والسرقة، وقد سبق لعديد المواطنين التشكي بسبب سلوكه الإجرامي والعنيف. ودوليا، دعت أعلى هيئة أمنية في الصين اليوم الثلاثاء إلى قمع ما وصفتها بقوات معادية في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والمطالبة بمزيد من الحريات السياسية. وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي
تقوم بها قوات المعادية تبقى للقانون حسب ما جاء في بيان عقب اجتماع للجنة نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة. نهاية النشر الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزيرة الأسرة والطفولة تتولى تدشين مركب الطفولة والروضة العمومية بمعتمدية الأعلى. المنصر يؤكد تسجيل 8 مخالفات انتخابية من بينها الإشهار السياسي. نتائج الزيارة التي أدتها إلى الجزائر محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بنجلة بوذن رمضان. وحفوز القبض على عنصر خطير محل مناشير تفتيش من أجل العنف والسرقة. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.